الرحيم. إني التدريسية الأستاذة الدكتورة نغم صالح نعمة، تدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بالي. ألقي اليوم المحاضرة بعنوان منحنيات التعلم الحركي، وهي مادة أساسية من مواد التعلم الحركي التي تعطى لطلاب المرحلة الثانية في الدراسة الأولية. مفهوم المنحنيات هي دراسة التغيرات الكمية التي تطرأ على الإنسان، فالتغيرات الكمية هي مقدار التحسن لأداء المهارة، وهي تعبير عن التحسن في الأداء نتيجة العملية التعليمية، وتعرف كمية التحسن من خلال المنحنى. فعندما يقوم اللاعب أو المتعلم بمحاولات عديدة سوف يرسم خطا بيانيا في كمية التحسن أو مقدار التحسن، أي مقدار الممارسة التي تمثل عدد المحاولات أو التي نطلق عليها في مجالنا الرياضي بالتكرارات. فيمكن أن يرسم منحدر أو منحنى متصاعد. المنحنى المنحدر يظهر الزمن، والمنحنى المتصاعد يظهر عدد المحاولات لنوعية الإنجاز المحقق بالنسبة للتعلم. وعرف البعض المنحنيات بأنها تصوير شكلي للمحاولات والإنجاز، وهو مؤشر للتقدم الحاصل بين محاولة وأخرى للفرد. واستنادا لما ذكر أعلاه، يفهم بأن المنحنى هو شكل هندسي أحادي البعد ومتصل، وقد يكون خط مستقيم أو متعوج. من أين نبدأ بتأشير المنحنى؟ نبدأ بتأشير المنحنى من أول وحدة تدريبية أو وحدة تعليمية، أو من أول مجموعة الوحدات التدريبية، حيث أن التقاء الخط العمودي والأفقي في نقطة الصفر يبدأ المنحنى عند أول وحدة تعليمية أو تدريبية يؤشر لها مقدار مهم كانت قيمته، أما في حالات قياس المنحنى في جهاز قياس القوة والزمن، فيبدأ المنحنى من الصفر، ولابد أن تتوفر في كل منحنى ثلاثة عوامل، وهي بداية المنحنى ووسط المنحنى ونهاية المنحنى. أنواع المنحنيات: للمنحنيات أنواع عديدة، وهي كما يأتي. أولاً منحنيات التعلم، ومنحنيات القوة والزمن، ومنحنيات النمو والتطور. يقصد بمنحنيات التعلم هي كمية أو مقدار التحسن في التعلم التي تطرأ على الفرد المتعلم، وهي أيضاً عبارة عن رسوم بيانية لتسجيل عملية التعلم. منحنيات القوة والزمن هو مؤشر بياني لقياس مقدار أو كمية القوة المبذولة والزمن المستغرق بواسطة منصة خاصة لهذا الغرض تسمى منصة فورست بلاتفورم، وهذه يستخدمها هذه المنصات العديد من الباحثين لقياس منحنى القوة والزمن. المنحنى الثالث أو النوع الثالث هو منحنيات النمو والتطور. منحنى التطور هو منحنى وهمي يؤشر لنا مدى الانحدار أو الصعود، والمؤشر هو نقطة بيانية لمعدل وسطي لمجموعة من الأفراد متجانسين في العمل والجنس، وقد تزيد أو تنقص عن الحقيقة. فالنمو هو عملية متتابعة في التغيرات الوظيفية والتكوينية. أما التطور يتابع هذا النمو عن طريق المعدل الوسطي لإيجاد مؤشر لذلك التطور من مرحلة إلى أخرى وفي كل مرحلة عمرية، بحيث تكون هذه المنحنيات تقويمية، يعني من خلالها نستطيع أن نقوم أو نعطي قيمة للأفراد في عملية نموهم وتطورهم، وأن هذه المنحنيات والمؤشرات تظهر عند إيجاد اختبار وقياس لهما. لكل منحنى هناك اختبار وقياس حتى نعرف القيم الرقمية. وهناك الكثير من النماذج نستطيع تأشيرها في النمو والتطور، كالقياسات الإنثروبومترية أو قياسات الصفات البدنية أو الحركية أو الوظيفية. أنواع منحنيات التعلم: هناك أنواع من المنحنيات. أولاً منحنى النجاح، وهو الذي يبين مقدار النجاح أو مقدار زيادة التحصيل في أثناء التعليم. مثلاً يمكن للمدرب الرياضي تسجيل المقدار الذي حققه الفرد عند تعلم مهارة حركية معينة، مثل التصويب على الهدف في كرة القدم أو في كرة اليد أو التصويب على السلة. وكما مبين أو موضح في الشكل رقم 1 منحنى النجاح، يبين لنا ويوضح لنا ايضا فيه المقدار الذي حققه الفرد مسجلا على المحور الرئيسي للرسوم،
أما المحور الأفقي فبين لنا عدد الوحدات التدريبية اللي تعرض لها الفرد أو اللاعب. بنظرة واحدة للمنحنى ممكن أنه نعرف نتيجة النجاح في تعلم مهارة معينة في زمن معين، كما ويظهر التحسن بزيادة كمية أداء الفرد في كل محاولة، والرسم البياني يسمى بمنحنى النجاح. منحنى الخطأ راح يكون مرادف لمنحنى النجاح، هو المنحنى الذي يبين فيه عدد الأخطاء اللي يرتكبها المتعلم أو التلميذ أثناء أدائه لمهارة معينة، فيقوم المدرب بتسجيل عدد الأخطاء، وكلما تقدم المتعلم بمهارة كلما تحسن مستوى أدائه وقلت الأخطاء لديه. وكما موضح في الشكل رقم 2 يمثل أن المحور الرئيسي مقدار الإنجاز، أما المحور الأفقي فيمثل عدد مرات التدريب. النوع الثالث اللي هو منحنى الزمن، في هذا النوع من المنحنيات يظهر مقدار التحسن في الأداء خلال المواقف التعليمية اللي يتعرض لها اللاعب من خلال أو المتعلم من خلال نقص الزمن الذي يستغرقه الفرد عند أداء مهارة حركية معينة خلال القياس. وكما موضح في الشكل رقم 3 يمثل المحور الرأسي هو التحسن في الزمن، أما المحور الأفقي فيمثل لنا عدد المحاولات. وكلتنا نعرف في المجال الرياضي كل ما قل زمن في بعض الألعاب كل ما يكون أفضل. أشكال المنحنيات، للمنحنيات التعلم عدة أشكال. أولها منحنيات التعلم السلبية ذات البداية السريعة، من اسمها واضح أنه التعلم راح يكون في بدايته سريع جدا، فبذلك فإن هذه المنحنيات تسمى أحيانا منحنيات البداية السريعة. ويعزى هذا التحسن أو التطور السريع إلى أسباب عدة، ممكن أن تكون عند اللاعب أو المتعلم خبرة سابقة راح تساعده في اجتياز المراحل الأولية للتعلم، أو اللاعب يكون غير مدرك لتفاصيل الحركة ما عنده علم مسبقا بها، أو يكون الاستعداد العالي والتحسن للأداء. النقطة الرابعة عندما يقوم اللاعب أو المتعلم بالمواقف التعليمية الذي يكون موقفا سهلا ويدرك أجزاء هذا الموقف والعلاقة بسهولة، نلاحظ بهذا المنحنى أن التحسن يكون كبير في بداية التعلم، ثم يزداد التحسن بعد ذلك يتباطأ، مثل النقص في الوقت الذي تأخذه المحاولات بعد أداء المحاولات الأولى لقطع مسافة معينة، حيث يزداد التحسن ببطء في المحاولات المتأخرة. وشكل 4 يبين لنا شكل المنحنى السلبي. النوع الثاني أو الشكل الثاني اللي هو منحنيات التعلم الإيجابية ذات البداية البطيئة، هذا به فائدة أنه يكون التعلم في بداية ضعيف ولكن يتحسن بعد ذلك بمرور الوقت المواقف العفو التعليمية، بسبب أن هذه المواقف التعليمية أما أن تكون صعبة أو لا يوجد تجارب سابقة لدى الرياضي، لهذا على المدرب أن ينتظر إلى انتهاء الوحدات التعليمية أو التدريبية بالبرنامج لمعرفة أيهما أحسن، وبخاصة إذا كان المدرب لديه مجموعة أفراد أو فريق، لأن هناك فرق أو فروق فردية بين المتعلمين. كما يمكن أن يعزى السبب لحدوث هذا المنحنى لوجود نقص في حماس ودافعية اللاعب أو المتعلم نحو الأداء. والشكل 5 يوضح لنا منحنى الإيجابي. النوع الثالث أو الشكل الثالث المنحنى المستقيم الخطي، بهذا الشكل راح نلاحظه بشكل رقم 6. المنحنى راح يكون شكله خط مستقيم ويعني تحسن متدرج في التعلم. الشكل الرابع اللي هو المنحنى النموذجي المثالي اللي هو شكله رمز بحرف الاس، هذا المنحنى يشير الى تعجيل ايجابي ثم الى تعجيل خطي ثم الى تعجيل سلبي، اذ يحتوي على منحنيات عده في وقت واحد، ويقترب هذا المنحنى الى الحرف اللاتيني الاس. هذا الشكل يرسم عندما يكون المتعلم دون سابق خبره، يعني ما عنده خبرات سابقة في هذا الموضوع، ويأخذ زمنا طويلا لأن المهارات بالنسبة له صعبة، ثم تزداد درجة التعلم بالتدريج، ثم يبدأ بالنقصان ويستمر بالتعلم بسبب استجابته إلى المهارات التي تعلمها. إن هذا الشكل يرسم لرياضي المستويات العليا ولفترة تدريبية طويلة جدا تقدر بالسنوات. أكو شكل آخر اللي هو المنحنى الفردي والجمعي للتعلم. المنحنى الفردي هو المنحنى الذي يعبر عن التغيير في الأداء للفرد الواحد، وهذا ما موضح في الشكل رقم 8A
المنحنى الفردي. هذا يستخدم ويستعمل مع الناشئين في راح يبين ظهور بعض الذبذبات في المنحنى، وهذا يعود إلى عوامل الصدفة التي لم يستطع المتعلم السيطرة عليها، ومن تلك العوامل هو التشتت وتذبذب الدافعي، يعني ما يؤثر على نشاطه الفرد أثناء تجاربه الأولى. المنحنى الثاني اللي هو المنحنى الجمعي هو من أبسط الطرق التي تستعمل في تكوين المنحنى الجمعي، طريقة متوسط المحاولات المتماثلة بالنسبة لأفراد مختلفين، وهذه الطريقة تستعمل في حالة تساوي العدد الكلي للمحاولات بالنسبة لجميع الأفراد كما في الشكل 8 باء. أهمية المنحنيات، أولاً هو طريقة موضوعية للحكم على الشيء، أيضاً تظهر مستوى اللاعب أو المتعلم، تظهر مستوى عملية التدريب أو عملية التعلم، مو بالضرورة يكون أكو خلل بالمتعلم أو اللاعب، ممكن أن تكون وسيلة الوسائل أو الطرائق اللي يستخدمها المدرب أو المعلم يكون بها خلل معين، وهذه فائدة المنحنيات حتى يلجأ المعلم أو المدرب إلى تغيير أساليبه. من أهمية المنحنيات تظهر مستوى الوسائل التعليمية اللي هسه تطرقت لها، وأيضا الكشف عن الخطأ، وأيضا التنبه، ممكن أنه يتنبهون للاعب أو المتعلم بمستقبل أو بيمارس، أنه نحدد يمارس لعبة معينة عن طريق المنحنيات. النقطة السابعة أنه تجبر المدرب أو المدرس على فتح سجلات للاعب أو المتعلم من خلالها يعرف الأسباب التي أدت إلى هبوط المستوى. وأخيرا تمد المدرب أو المدرس بالمعلومات الضرورية لاختيار الطرائق أو الأساليب والوسائل المستخدمة في عملية التعليم أو التدريب. العوامل المؤثرة في منحنيات التعلم توجد عدة عوامل، أولها استيعاب اللاعب أو المتعلم، ممكن يكون مقدار التدريب أو التعلم عامل مؤثر في منحنيات التعلم، وطريقة أو أسلوب مثل ما ذكرنا مسبقا، وأيضا قدرات اللاعب أو المتعلم زائدا مبدأ الاستعداد والتجارب السابقة. الموضوع الأخير بالمحاضرة اللي هو هضبة التعلم الحركي، وهو من المواضيع المهمة جدا اللي على اللاعبين أو المدربين الإلمام به، لكيفية المعالجة للكشف عن الهضبة وأيضا كيفية معالجتها أو التخلص منها. يقصد بهضبة التعلم أنه يظهر لنا في بعض الأحيان من خلال رسم منحنى التعلم فترة لا يطرأ فيها تحسن ظاهر على مستوى الأداء بالرغم من استمرار الممارسة والتدريب، يعني اللاعب أو المتعلم راح يكون مستمر بعملية التدريب أو بمراحل التعلم، لكن بهذه الفترة ما راح يطرأ أي تحسن، لا تحسن ولا هبوط بمستوى، يبقى مقياس التعلم ثابت دون تغيير ولعدة محاولات، وقد يستمر عدة وحدات تدريبية حيث نطلق أو تطلق على هذه الفترة بهضبة التعلم، أي الثبات أو الاستقرار في منحنى التعلم. هذا الاستقرار يمثل ثبات كاذب وموقف يتبعه تصاعد تدريجي بالمستوى. إذن هضبات التعلم ليس من الظواهر الحتمية في منحنى التعلم، يعني ممكن تظهر وممكن ما تظهر. شكل رقم 9 يوضح لنا هضبة التعلم ما بين الأداء وعدد المحاولات. أسباب ظهور الهضبة، أولاً ظهور حالة التعب المؤقت، وظهور ثانياً ضعف الدافعية نتيجة الفشل المتكرر والخوف، وأيضاً التركيز على بعض المؤشرات الخاطئة التي يكتسبها بشكل غير مقصود أثناء التعلم، وأربعة ضعف في البرنامج التعليمي زائداً عدم الإتقان والثبات في المستوى، إضافة إلى ضعف طريقة الانتقال، وقد تمثل الهضبة النهاية التي يستطيع الفرد الوصول إليها، أي أقصى مستوى يصل إليه التعلم. وقد تمثل هذه الهضبة في كثير من الأحوال الحد الفسيولوجي، وهو عبارة عن ظاهرة من الهضاب يمر بها اللاعب أو المتعلم في حالة ثبات في المستوى فيتوقف عن التطور أو التحسن، إلا أن يختار طريقة أو أسلوب آخر من التدريب أو التعلم، ويمثل هذا الحد أشد فترة في عمليات التدريب أو عمليات التعلم، وهي فترة خطيرة لأنها تسبب فقدان الرغبة والدافعية والحماس لدى اللاعب أو المتعلم، وأن الحد الفسيولوجي هو أعلى حد يصل إليه اللاعب أو المتعلم ولا يستطيع أن يتقدم فيه، ثم يبدأ بالهبوط بمستوى أدائه. وهناك ظاهرة عادة تسمى ظاهرة الذبذبات، إذا كانت هذه التغيرات دقيقة معروفة يكون هناك مجال أمام المدرب أو المدرس لتجاوزها، لكن الأخطر إذا لم تكن معروفة ممكن أن المدرب يلجأ لتعريض اللاعب أو المتعلم إلى
إعادة أو إعطاء ألعاب غير بعيداً عن اللعبة اللي مارسها حتى يتجاوز هذه الهضبة، ولكن يجب عدم إهمال موضوع هضبة التعلم لأنه من المواضيع المهمة جداً في التعلم الحركي أو في مجالنا الرياضي. إلى هنا تنتهي محاضرتي، شكراً جزيلاً لحسن الإصغاء.